الحاجه اللي تفرح بزاف يعني لما تشوف تضافر الجهود تضافر السلطات. تصور انت يا كامل الجهات المعنيه معنا سيد رئيس البلديه امام الحي يعني الناس من كل جهات شوف من كل الجهات الناس وكاين ما تكلموش احنا على ناس راهم اخفياء راهم ينقلوا لنا في الصوره في الصوت كذا يعني وكاين ناس عاونونا جزاهم الله خيرا بالتسهيلات نسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. هذا التضافر هذا كامل راهو يعطينا رساله باللي كاين كل المجتمع بكل اطيافه كامل حتى ناس مؤثرين وعاونونا وقفوا قالوا كلمه ما شاء الله رغم انه هذو الناس ما راهمش دعاة ولا ائمه ولا بصح ثمنوا هذه الامور هذه. هذا التثمين من كل جهات وتضافر الجهود يدل على اننا كلنا نشعر بخطر يحدق ببلدنا ويحدق بشبابنا ويحدق باهم فئه موجوده في بلدنا وهي فئه الشباب. هذا التضافر الجهود نسال الله يبارك فيه ويخلينا نلحق الى نتائج. النتائج التي الان هي تظهر حقيقه. هذه النتائج رانا نشوفوا هذيك الصوره اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. شفت هذيك التعليقات في كل فيديوهات تشوف تعليقات يقول لك انا الحمد لله عندي 6 يوم اللي حبس انا عندي 5 ايام اللي حبس كل واحد شحال يقول لنا يعني كاين بزاف ناس كاين ناس راهي تحبس كاين بزاف ناس راهي تحبس. اذا هذه الجهود ان شاء الله عز وجل هذه المبادرات تثمن ويسخر ربي ناس اكثر منا ويسخر ناس احسن منا ويجيب ربي عز وجل ان شاء الله ناس تبقى دائما موجوده هذه المبادرات وهذا الحضور بهذا الشكل يعني شيء طيب ما شاء الله. الان احنا رانا يعني نشوفوا الانحراف تاع الانسان. الحاجه المليحه كامل للانسان ان يفهم لماذا ينحرف؟ علاش الانسان ينحرف ويشرب المخدرات ويروح للافات الاجتماعيه اللي هي حاجه كبيره. قبل ما نتكلموا على الموضوع هذا يعني اسباب الانحراف هو الايام هذه اللي احنا كما قال الشيخ حمزه رانا نودعوا في رمضان. هذه الايام اللي نودعوا فيها في رمضان الاصل اننا احنا نتكلموا على بالك اسباب ثبت واحد كيفاش يثبت بعد رمضان. على كل حال الروتين هذا احنا نخرجوا منه بواحد الطريقه. نخرجوا منه بواحد الطريقه مهمه جدا. اننا نذكروا واش هي الاسباب اللي تخليني ننحرف كي نذكر ما هو ضدها خلاص راني ذكرت اسباب ثبات. يعني الان المشكل فينا تعرف كاين حاجه كي تتامل فيها واش هي؟ قديما الناس تعصي ربي سبحانه على كل حال انا ثاني ولد مزرعه اليوم راح نفاجئكم انا ولد لافيمي. اذا الان شوف الان احنا قديما كي نشوفوا الناس يعصي الله سبحانه وتعالى واش نديروا؟ نلقاو انسان يعصي الله وخايف من الناس يستحي يروح ياكل رمضان يروحوا الناس الغابه ياكلوا ويبعثوا دريسوار يشيلوهم عند الحانوت شويه زيت وشويه فرماج كذا هذا واش كاين؟ تسمى الناس تشري هذه الطريقه وهذوك الناس هذوك شغل يستحي يديرها خطره زوج ثلاثه ويستحي باللي ماهوش مليح كي يشرب الخمر يدخل الحومه لازم يبينش روحو بلا سكران لانه هذا عيب كبير وكان يدخل الحومه ويهرج ويدير كش ما يقول كلام ماشي مليح ولا تسمى راح تولي له حاجه عيب كبير وتلقى هذا النوع من الناس زعما واحد ضارب ولا قتل ولا دار حاجه ولا امر عارض يعني كانت المعصيه هي عباره عن شهوه يديرها الانسان دوك على بالكم اي شهوه ولات ادمان عند الانسان يعني شوف اللي يتناول المخدرات هو مدمن من الدرجه الاولى لانه هذاك المخدرات راح تولي لنا شنو هي ام الانحراف ام الخبائث كما نقولوا احنا شرعا هذه ام الانحراف يعني اللي يدير المخدرات معناتها راح يقتل راح يسرق راح يزني راح يكذب راح يدير كلش يقطع الطريق يدير كلش هذا الانسان غاب عقله يعني راح يولي انسان شغل مجنون يدير اي حاجه هذا اللي مدمن على المخدرات كاين مدمنين ناس اخرين كاين شوف مدمن على العاب احيانا العاب محرمه وكاين انسان مدمن على المشاهده في الافلام الاباحيه كاين انسان مدمن مثلا على مشاهده الافلام والمسلسلات يعني الى الدرجه حتى انه يفرط في اهله وولده وصلاته وطاعته وعمله درجه كبيره وكاين الناس مدمنين على اشياء واحده اخرى من المعاصي كمثلا العلاقات غير الشرعيه يعني لازم تكون عنده علاقه غير شرعيه وخلاص مع 20 مع 10 مع 5 المهم هذا الانسان هكذا معروف بهذا الشيء اذا واش صرنا حنايا صرا عندنا وكان نفرزوا الحومه نتاعنا كل واحد يفرز حومته يحق بلي اهل المعاصي راهو عندهم تخصص يقول لك هذا معروف غير مع البنات هذا معروف يبيع هذا معروف الخمر هذا معروف بالسرقه يعني ولينا عندنا سبيسياليتي في المعصيه هذا هو الخطر الخطر اننا نولوا حنا نولوا متخصصين في المعاصي نتاعنا وهذه مشكله كبيره منين يجي هذا الامر هذا؟ منين لو جينا شيء هذا؟
يجي يقول الحجر من الإنسان، هو من الإنسان، ما ضربتناش موجة واحدة. لأنه نقول لك أنا، شكون يدخل في المخدرات؟ شكون يديرنا في المخدرات؟ يعني كان محاولة لإغراق الدول الإسلامية، والبلد نتاعنا هو اللي هو المقصود الآن، محاولة لإغراق الدول الإسلامية وإغراق شبابها بالمخدرات. لماذا؟ لأنه راح يحرك عقلك، ومنها راح تولي أنت يا عنصر عدائي في بلادك، أنت تولي إنسان مجرم. وبعدها كي تناول المخدرات منك راح نولي، وحنايا عندك القتل، الشرطة تحوس عليك، عندك كم القضية، تنشر الرعب وترهب الناس، ترهب مواطنين، ترهب ناس في الليل في النهار في غابة في أي مكان. دائما إنسان يدخلوا مسكين قطعوه، يقول لك ما داروا هذه، ما يديرها غير واحد مالع كاشين. ما بشي حق الإنسان يدير حاجة كيما هذه، ما عرفتش أنا نديرو. المخدرات تكون لنا إجراما في داخلنا، ولينا ماليش أمنين. تسمى تخيل نقول لك واحد الحاجة وبكل صراحة، والمشايخ ما يسمعوا في الناس، ورانا نسمعوا، وربما كنت تروح لمجال الأمن يحكوا لك أكثر. شوف ولات الناس الأب يقول لك أني خايف على بنتي ووليدي. تسمع لي بكتب أنت ثانية، راني خايف على بنتي من وليدي. أنا عيطت لي بنت تقول لي عندي زوج خوتي يدوروا مخدرات، يريدون التحرش به، يعني مدة طويلة هم يتحرشوا بها. تسمع خوتهم صغير عليها، زوج يتناولوا مخدر، في زوج يريدون ذلك. تسمى تصور، انت تصور ونوليو الخوف داخل دارك، يعني باش تشوف بلي الخطورة تاع المخدرات. والله غير هذا اللي خرجنا برا، احنا ما عندنا حتى غرض. شوف لا نريد ناقة ولا جمل، ما عندنا لا توجه لا حتى حاجة. الآن خرجني أنا هذا، أنا نشوف بلي أنت في خطر، أنا تاني اللي في خطر، لأنك أنت يا أهواء أنا. أنا نقدر دوكا نروح نغلق باب داري وندير قلب اللوزواتي في دار الرياح، بصح لا لا لازم نوض معاك، لازم نجي ونبكي عليك ونقول لك يا فلان اتقي الله وارواح. وعلاش الشيء اللي درنا هذايا؟ أول حاجة هو ضعف الإيمان. أنا عندي واحد المقالة محكمة في مجلة محكمة عنوانها الوازع الديني، يعني تعزيز القرآن للوازع الديني. تكلمت على مسألة مهمة جدا، كيفاش نربيو الناس الصالحين؟ كيفاش نخرجوا إنسان بالمصطلح نتاعنا المواطن الصالح؟ مواطن صالح معناتها راح يخفف عليك شحال من حاجة. يعني راح يتهناو من الناس من شره بزاف، لأنه صالح ما تخافش عليه، ما دير له لا كاميرا، ما تعسو، ما تحوس عليه. صالح هو في ذاته صالح، ما يرميش حتى أكرمك الله القمامة من الطاقة تاعو، ما يرميهاش. صالح، إنسان صالح. الآن نقول لك حاجة، هذا الإنسان الصالح باش تكونه أقسم بالله ما تقدر تكونه إلا بالإيمان بالله. عندنا نموذج، حنا باش نربحوا الوقت ما نديروش تجربة بزاف، عندنا نموذج. كما قال لي واحد، قال لي علاه ما نديرلهمش لي سينما بزاف؟ لي سينما يصدمونا الأولاد، راهم يشوفوا، راهم يشوفوا عندهم السينما في التليفون، تسمى ما يصدموهاش. ما تقوليش أنت تسقم الناس باش تطيح ورديح، عباك واش نسقموا الناس؟ والله غير بالإيمان بالله. الإيمان الحقيقي يصنعنا الإنسان مواطن صالح، حقيقة يعيش حياته كما كان يقول الشيخ، عيش حياته. مالاش نقولوا لازم لك أنت تولي متدين بمعنى ما تضحكش على الناس وتتزير وتولي إنسان بطريقة راح ربما تروح الجهة اللي مليك. لا احنا ماشي نحوسوا على الإنسان هذا، نحوسوا على الإنسان يتدين تدينا وسطيا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان أب هو أم، يعني هي أم أو أخت أو هو أب أو أخ أو أي إنسان من فئات المجتمع، ويكون حاكم مكانه ووظيفته، ويكون إنسان نزيه ويخاف الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله هذاك اللي حبينا نغرسوه في الناس حنايا، الإيمان بالله. ربي عز وجل قال ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دوك تقول تقول الإنسان اتق الله، يخاف الله خلاص، ما ترتاح مع وقت، ما تفدع لي قضية ما والو. الإيمان بالله والوازع الديني يخلي الإنسان. شفت هذيك مثال إشارة المرور، يقول لك أنا واحد ما شافني نحرقها ما نحرقهاش، بصح من بعد يقول لك هذه لو كان نحرقها تسمع حاجة خطيرة، لو كان نقتل واحد ومن بعد أنا حياتي كاملة الندم، الضمير تاعو هذاك يعاود يريكي ليه. ما كان لا حد يقول له لي موطار مخبيين من اللور، عنده وازع داني هو ديني، هو متربي، هو سماش التربيه الدينيه هذه تخلينا شحال الانسان عباك. هو نظيف، هو ما يوسخش، ما كان له ديرلو توعيه على النظافه لانه هو نظيف. ربي رباه هكذاك، ربي دينه رباه هكذاك. اذا شوف ما اجمل ان نكون ان يكون تكون حضارتنا مبنيه على ماذا؟ على دين، لانه الدين هو اساس تنقيه المجتمع. نولوا التجربه اللي دارها الرسول عليه الصلاه والسلام، عندنا تجربه نسرقوا التجربه سيدي، نقتديوا بالرسول عليه الصلاه والسلام، ندوا منه التجربه تاعو. وشنو هما الانواع اللي كانوا في وقت النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني النوعيه تاع الشباب، هما شباب كيما انت، شباب
16 سنة و 12 سنة و 14 سنة و 20 سنة. يعني صار عبد الله بن عمر قال زوجني أبي وأنا 14-15 سنة. سمده باباه زوجوه 14-15 سنة. يعني تصور هذا النوع من الناس كانوا صغار، ما تشوفهمش أبو بكر تحسبوا دير عمامة وفي عمره 8 سنة. كان صغير كي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان في الثلاثينيات. إذن الآن هذوك الشباب كان كثير منهم وين كانوا؟ جاهلية جهلة. يعني وش معناتها جاهلية؟ يعبد صنما. أنت ماكش تعبد الصنم، أنت خير منه. يعني كان الإنسان يعبد في الحجر، كان ما يفهمش واش راه يدير. كانوا على بالك من الناحية الثانية كما يقولوا احنا الجنسية، ومن الناحية أكل الميراث نتاع الناس، من حيث الأعراف الفاسدة، الظلم. كانت عندهم الطبقية. أنت عندك العائلة تاعك، عندك القبيلة تاعك، يسموك إنسان شريف، واحد ما يدنى عليك. وانت يا انسان ما عندك لا عائله لا دار لا دوار، وعايش هذاك جاي في وسط في مكه، يدمروك، يعيشوك واحد الحياه حد حاجه اخرى. وجاء الدين تاعنا، جاء الدين تاعنا واش دار لهم؟ خرجهم من هذيك الجاهليه كامل، وداهم وين؟ حطهم يمشوا في الارض ومبشرين بالجنه. ولا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا عمر ان ما راك الشيطان في فج الا سلك فج غيره. وش يكون انسان كيما هذا اللي كان في جاهليه جهله، رافد سيف ماشي يجري سيف الناس على جال الذهب ولا التليفون، كان يقطع طريق للناس، يقول لهم اللي يروح عند محمد نقطع له راسه، وواحد ما قدر يدنه. عمر بن الخطاب صحابه يهابوه، يقول له ما رايناك الا هبلك، ونخافوا منه. شفت هذاك الانسان كامل كتاب توبه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا الشيطان كيمشي عمر بن الخطاب في الطريق، ابليس اون بيرسون كيما نقولوا حنايا، ولا غير يبدل الطريق. قالوا يبدل الطريق النبي عليه الصلاه والسلام. منين جا الايمان تاعو هذا الانسان؟ حتى الرسول عليه الصلاه والسلام بشروا بالجنه كم من مره، وقالوا يا عمر راني شفت قصر وشفت حوريه في الجنه، وقلت لهم لمن هذا؟ قالوا لي عمر، فتذكرت غيرتك. قالوا دورت راسي. قالوا او منك اغار يا رسول الله؟ وبكال عمر بن الخطاب. شفت البكيه هذيك؟ كان عمر بن الخطاب يبكيها كثيرا، حتى كان عنده خطان اسودان منا الدموع، اللي طراس نتاع الدموع. هذاك الانسان هذاك اللي كان يجريسي، هذاك القوي، هذاك اللي يضرب ابو هريره ضربه في الصدر وطيح ابو الكعب، هذاك الانسان اللي تسمى غليظ، هذاك الانسان اللي يضرب نسيبه راجل مرته ضربه كسره. تسمى هذاك الانسان اللي يضرب يكسر العباد، هذاك عنده قلب يبكي. تصور انت شكون اللي يحول الناس كيما هذوما؟ هذا نموذج. شكون اللي يحول العباد؟ رجعهم هذيك الطريقه. المغيره بن شعبه كان جريسة كاع صحابو، باش وراح ودا الدراهم تاعهم كامل، خلاهم رقدوا وسكروا مليح، ضربهم كامل في دراهمهم كلش، وهرب عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال له تبت الى الله. اسمع يعني عبد باش كانوا الناس هذو، اسمع كانوا بعيد يعني حاجه، ورجله بلا كاشيات، اسمع ما يسحقش مادام كوراج، هو راجل كيحب يجريسي كيجريسي. كان الرجل منهم ب 1000 رجل، عكرمه بن ابي جهل، كانوا ناس ب 1000 رجل. اسمع هاد الناس هذو هو قوي، ما يسحقش حتى ياكل ويبلع باش يولي يواجه. هذيك الشخصيه كامله حولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حولها وخلاها تمشي في طريق الخير، حتى كانت دافعه لامه عظيمه. نقول لك واش صنع بها النبي عليه الصلاه والسلام؟ صنع بها وطنا مثاليا. وشنو هو الوطن المثالي هذا؟ الوطن المثالي هذا اللي تتمناه كل دوله دوكا. اتحدى اي انسان الى يومنا هذا ان يلقى مستوى من الامن القومي موجود والتضافر الاجتماعي موجود مثل ما وجد في دولة محمد صلى الله عليه وسلم. على بالكم بلي الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته ما كانش أبواب، ما كانش البيبان تاع الديور، ما كانش تسمى أنت كي تسافر 5 شهور 6 شهور بعيد عندك شحال حاجة في دارك، والله ما يمسها واحد، ما كانش كي ريدوات، ما كان دابا حاطين شريقة هكا وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام في وقته ما كانش شرطة، ما كانش الدرك، ما كان والو، ما كاين حتى حاجة، ما يسحقهمش، الناس كاع متربيين. النبي عليه الصلاة والسلام في وقته ما كانش حبس، ما كانش محكمة، ما كاين والو. نقول لك علاه ما يسحقهمش، لأنه رب الناس كل واحد يعس روحه بروحه، تسمى غلب الوازع الرادع، ما يسحقش قانون الرادع، يسحق وشنو؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام شفت هذيك اللي سرق قطع له يده، سرق 2 مرات 3 فوق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واش كاين؟ خطرة واحدة، السلام عليكم الناس مولف ما تسرقش، والناس متربية، تسمى اللقطة طاحت لك سلسلة عذاب، تولي على 5 شهور تلقاها في بلاصتها، واحد ما يمسها. شفت الناس هذو؟ هذوك كانوا جاهلين ثاني. هذوك الناس اللي كانوا جاهلين حولهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمادة الإيمان. كان يربيهم على أن يخافوا الله،
يخافوا موقفهم مع الله، كانوا يعرفوا شكون هو الله هذا، شكون هذا ربي اللي انا نعبدوا فيه. اذا الان ولو عايشين لربي ما يظلمهم اي انسان ولات عندهم مناعه، حتى لحقت لدرجه، لحقت لدرجه ان هذاك الانسان، هذاك الانسان اللي هو كعب بن مالك متربي مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكعب بن مالك كان انسان عنده لسان ويعرف يهضر، وكان انسان ذكي وعنده مكان عند النبي عليه الصلاه والسلام. هذاك الانسان هذاك في يوم من الايام تخلف على غزوه، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بهجره وهجروه 50 يوم ما تكلموش معاه. بعث له ملك غسان، غسان هي دوله كانت في الشمال، شمال تاع الدوله الاسلاميه هذه. هذه الدوله هذه الغساسنه كانت دوله مرفها، يعني اغنى دوله في هذاك الوقت، وكانت دوله متقدمه بزاف، يعني انت ما تقدر تكومباري دروك. احنا الان شوف هذيك بعث له شكون؟ الملك. مش عطاو له فيزا، الملك بعث له قالوا لقد علمنا ان صاحبك قد جفت. قالوا على بالنا بلي الدوله تاعك كومبلي بها بالحاكم تاعها ما لك الماء، الحق بنا نواسيك، يعني روح لعندنا احنا الدوله تاعنا نحطوك ونديروا لك ونردوا لك مقام ونعطوك منصب عالي. تسمى هذه انا نضمن لك بلي الشباب لا يحلم بها دركا. عباك واش دار كعب بن مالك؟ قال وهذه مصيبه اخرى قطعها ورماها في كانون تاع النار، مش مازيدش تفكر فيها. تسمى هذا الانسان شفت القناعه والمناعه، قناعه والمناعه اللي عطاها له الرسول عليه الصلاه والسلام، رباه الايمان، الايمان خليه حتى ولو بلاده طاحت بالنسبه له، ضاقت عليه الارض بما رحبت، تسمى بلاده كامل قطر عليه، الشعب وحكومة كما نقولوا احنا، الحاكم وحكم كامل ما يتكلموش معاه، مرتو بعثها لدارهم، ومع ذلك خلك انا عندي انتماء نقعد هنا ما نروحش، نقعد هنايا. قال لك انا يسوقني واحد كافر والله ما نروح عندهم. شوف القناعه هذه من الدين جات، الدين هو اللي خلاه يدير هادشي هذا. شوف الان احنا التربيه الايمانيه هي تخلينا كامل امنين مرتاحين. شوفوا الامهات دموع الفرح عند الامهات كي تبكي الام على وليدها تقول لك الحمد لله تاب الى الله، ترتاح الام، ترتاح الاب، يرتاح راحه كبيره، ولا عاود ولا الامن في اسرتهم، الامن عاود ولا في الدار. الحاجه الثانيه الفراغ وعدم تحديد الهدف هو اللي يخليك تنحرف. الفراغ كي تكون فارغ ما عندك حتى هدف في الحياه، ما عندك والو، هو اللي يخليك تنحرف، تدخل في تجارب من المخدرات، تولي في علاقات غير شرعيه، تملا وقتك باللهو واللعب، تولي تعزف العباد، تولي تدخل في اشياء حتى مستوى الاسره. لاحظوا بيناتكم الان، شوف حتى جماعتك شحال عندك دور معاهم الناس، 5 6 عباد، اعطيني مستوى الاسره واش راكم تقصروا؟ اي واحد يدير ورقه انا وانتيا ونكتبوا، واش راك تقصر مع اصحابك؟ واش راكم تحكوا على اي حاجه؟ بنات الناس واش راكم تحكوا على اي حاجه جايحه؟ تلقى المواضيع اللي نتكلموا عليهم كامل فارغه، ما تنفعش. لماذا؟ لانه انا اللي فارغ، انت راك فارغ، لازم تقصروا على حاجه فارغه. لو كان انت تروح تقرا حاجه، تتعلم حاجه، تروح تخدم عمل توليت، رحت عندك هدف، عندك مشروع كدير فيه، عندك حاجه تبحث عليها، عندك محتوى راك تقدم فيه، محتوى مليح راك تقدم فيه مثلا في تيك توك، ولا عندك حاجه تصنع بها تحس روحك راك تنفع. العشيه تلقى انا وانتايا، انا راني امام، والاخر في الجامعه، والاخر في مكانته، وقصارين بيناتنا. تسمى طاب ننزهيوها بالمواضيع، تسمى نقصروا مستوى عالي، نحسوا احنا رانا منتفعين. هذا هو الفراغ، الفراغ ينشئ لنا أمة فارغة، تولي أنت تدخل في التجربة، أنا قاعد أسنى ندوق، أسنى نشم، أسنى نتكيف، أسنى بعدا احنا كما نقولوا الشيخ يتكلم في الموضوع هذا كثير، المخدرات هي التجربة التي لا تقبل التجربة، تسمى ما كاينش معك موراها ما تقدرش تشرح لنا واش جربت. شفت واحد إنسان دوكا لو كان يلقى كابا، هذا كابا فيها يقول لك بلي كاين لغم هذه، كاين قنبلة تطرطق هنا. يروح الانسان يقول لك انا والله غير نجرب قنبله كي تطرطق عليك واش تحس؟ ومن بعد كي نجيو احنا نجوز نسوق نقول لك واش حسيت؟ ما تقدروش ما لقاوكش، تسمى ما لقاوش باش ندفنوك ما لقاوكش، تسمى كاين تجربه. نفس الشيء كي تدخل في المخدرات غير جرب تروح من بعد ما لقاوكش، بعد ما لقاوكش باش تقول لنا واش كاين، غير كان وليت مطرين هذا مكان ومن بعد تروح. لذلك الان الفراغ هو اللي خلانا نوليو عرضه، اي انسان يجي يصب فيك اي حاجه تبيها. الالحاد منين يجي؟ من الفراغ. شفت الالحاد؟ الالحاد خطر في بلدنا. الالحاد الناس يرقد يلوض يقول لك ما كاش ربي. او كيفاش البارح كذا انا ما تقوليش ما كاش ربي. انا سمعت وعرفت وفهمت. فارغ ما عندوش باش يدير. فارغ. لان ما دام ما يعرفش الايمان ماكش يسمع. ما يحضرش حلقات، ما يحضرش الدروس،
ما يحتكش بالأئمة، ما يحتكش بالمدرسين، بالأساتذة، ما طراش، فارغ ما عنده حتى حاجة، ما يبحث، ما يقراش، ما يديرش حتى حاجة. أي واحد دوكا راح يجيه راح يقدر يسيره حتى ولو من بعد الحدود كما يقولوا. ندخل لك هنايا ونسيرك لأنك فارغ، وندير بيك واش نحب أنايا لأنك راك فارغ. هذا هو المشكل فينا، أننا رانا فارغين. دوك الآن علاش ربيت المخدرات؟ كل عندك هدف تقول أنا راح نتزوج، راح نتزوج أنا. كما قال لي واحد، قال لي شوف، قال لي انا حبست الدخان بلا دين. واش دار؟ عمر هدف، دار هدف. شوف ولو كان الهدف دنيوي، الهدف تاعك يكون دنيوي. قال لي انا خممت، قلت انا نخسر 30,000 هنا، 40,000 هنا، 50 كذا، البريكي الدخان كذا كذا كذا، شفت سناني يطيحوا. قال لي قلت انا دوكا منا على 5 سنين 6 سنين راح نتزوج. قال لي درت حسابي 5 سنين 6 سنين دراهم اللي يخبيهم تاع الدخان راح ندير بهم حاجات بزاف ملاح. قال لي قلت انا والله ماشي بدخل. قال لي حبست لاني حددت هدف. شوف هذا حدد هدف وشنو تاع الدنيا، حدد هدف تاع الدنيا تسقم. تخيل انت يا انت تقول انا الهدف تاعي منا وروح. شفت هذيك الايه اللي يقراوها، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. انا منا وروح يسميوني انسان ربي سبحانه وتعالى يخرجوا من النار ويدخلوا الجنه. انا هذا هو الهدف تاعي منا وروح، نعيش الهدف هذا يا. باش نخرج انسان صالح. انت كي دير هذا الهدف تبدا تبانيه بعدا، هذه ما تصلحش، هذه ما تصلحش، هذه ما تصلحش، هذو قاعد يدخلوا جهنم. انا هذو ما يخدموش المشروع تاعي، الاشياء اللي ندير فيها دوكا ما تخدمش المشروع تاعي. الامر الاخر الرفقه السيئه، الرفقه السيئه واش يديروا لك؟ ينسيوك في ربي ويبثوا فيك واحد الغفله ويخلوك تستانس تولي دير معاصي تقول كاع رانا كيف كيف. هاو هذا باين، هذا ثاني وصاحبي يدور معايا هذيك النهار كفر على باباه. تسمى انايا كي سبيت يما رانا كيف كيف. تسمى عقوق شكون يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لك اعظم جريمه يديرها الانسان في حياته ان يجتمع مع رفقه سيئه فيتواطؤون كلهم، يتواطؤوا كامل، يتفقوا كامل على المعصيه. رفقه سيئه معناتها ما كاش واحد راح يلوط في الجماعه قلنا حرام، ما كاش واحد يقول لنا يا جماعه نرفضوا الغبار على انفسنا اتقوا الله في انفسنا. الجماعه ما كاش واحد ينوض في الجماعه يقول لك اي شفتك تهضر مع امك بهذيك الطريقه مريض انت، ولا يقول لك اي كنت تكذب على بابك دوكا، ما كاش منها رانا في هذيك البلاصه، رانا شو رانا على وقت ورانا في بلاصه اخرى. كاش واحد يقول لك هذا الكلام، هذو رفقه سيئه، هذو اللي ما يقولوكش هذا الكلام رفقه سيئه، حابينك تدخل جهنم، ماهوش حابينك الخير ابدا. ولذلك شوف انا شفت واحد الموقف شفتو هنا كي كنت صغير في بوزيعه في رافيلي، واحد قال له اعطيني كارو، صحابه شوف قال له اعطيني كارو، كان الافراز هذاك، شوف قال له اعطيني كارو، الاخر قال له شوف قال له عندي، قال له والله ما نعطيك، قال له والله ماشي على جال الدخان، قال له ما نحبش نرهج خويا يعني، قال له بزاف انا اللي نرهج في روحي ما نعطيكش حتى هيك، قال له والله ما نقدر نعطيك، قال له شوف نرفدو ها كرفص له كارو، قال له هاوليك، قال له ماشي ما انا بخيل ولا، قال له بس انا ناذيك معايا والله ما ناذيك. سما شوف هنا شوف هو يأذي في روحه بصح شوف الان رفقه طيبه فيها الخير ماهوش حاب يأذيك. حنا دوكا نغرق نغرقك معايا نرجعك تستاهل بالمعصيه نورمال، يقول لك نورمال عادي، ونبدل لك الاسماوات كما ابليس بدلها لادم عليه السلام، نبدل لك نقول لك نزهاو، ما نقولكش نروح نديروا الفجور والخماج، نقول لك ارواح نزهاو ارواح تسمى تعيش حياتك، ارواح تعمر راسك. واش تعمر راسك؟ تبيع في عقلك راك تخلص باش تنحي عقلك من راسك، ماكش تعمر فيه، راك تعمر فيه بالفساد. تسمى كمل كلمه انا اللي بدلتها لك، خاطش انا جاري السيء على هذيك بدلت لك وخليت لك المعصيه تعيشها في راحه وانت مطمئن حتى يخطك الموت تروح جهنم. وشوف الان انتم شفتوا حدث لي رئيس البلديه جزاه الله خيرا، تقريبا 7 من الناس ماتوا اوفر دوز هنا في البلديه هذه، 7 من الناس اوفر دوز، نسال الله يعفو عنهم يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم. الان تصور هذه انت تموت اوفر دوز، اوفر دوز ما موتش على لا اله الا الله، ما موتش ساجد، خلينا نشوفك تموت ساجد، خلينا نشوفك تموت وانت تطوف بالكعبه، خلينا نشوفك وانت تبر والديك، خلينا نشوفك تموت وانت تقول لا اله الا الله. اذا شفت رفقه سيئه ماحش تنفعك. والغفله يا اخواني الكرام من اعظم الادواء، من اعظم المرض الذي يصيب الانسان. عرفتش معناتها الغفله؟ تنسى علاش ربي خلقك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة واحدة، مصيبة. عيبك سمعتها؟ الحساب تاعك راه قريب، وكل خطوة راك تخطوها أنت كل يوم هو خطوة نحو القضاء. وتصور أنت غافل مغمض عينيك، ما عيبكش وراك رايح. نعم. الأمر الآخر
اللي راح يخلي الانسان يروح للفساد وينحرف ويولي الانسان فاسد. ربي يعافينا ويعافيكم ويتوب علينا وعليكم. الان تصوروا واش الحاجه اللي تخليك انت دائما ما تسكرش، وحتى لو كان تحضر لا معنى ما تسكرش. اكل الحرام، اكل الحرام ربي قال فيه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال ان الله امر المرسلين المؤمنين بما امر به المرسلين، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شوف الان، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني كل حلال وروح تخدم حاجه تاع خير. الوالدين تاعنا وكلوا الحلال، ما قراو مساكن ما شافوا والو، كانوا تلقى الناس يوكل ولادو الحلال ويقول لك انا ربي يصلحهم وخلاص. انت كل حلال ما تاكلش الحرام. الحاجه الحلال اللي تاكلها، انا نقول لك واحد حاجه، الحاجه الحلال اللي تاكلها تكون سببا في انك انسان تتوب الى الله. اما الحرام قال عليه النبي عليه الصلاه والسلام: ما من بدن نبت من سحت الا والنار اولى به. دوك انا ناكل في الحرام، ربي ما يهدينيش الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، فجاه نقول خلاص حبس كل شيء. الان الحرام هو يعطل الناس اللي يجريسيو قليونيتو، الناس اللي راهو ياكل في الحرام يسرق قليونيتو، او عايش بالحرام، هذاك لازم يحبس هذاك مش يتوب. حبس الحرام، حبسه ربي عز وجل ولي يكون غير الحلال. قال انا ناكل الحلال باش ربي يهديني، نحبس الخمر، نحبس المخدرات، نحبس الامور، بصح ما نزيدش ناكل الحرام. الحرام ابدا. وحنا شوف المخدرات كيفاش دير لك، تعيشك هي تقول واحد تسرق. اذا الامر الاخر هو الهروب من الواقع. انت انسان كي هربت من الواقع تاعك درت كلش، هربت من الواقع. شفت الهروب من الواقع؟ انا عشت مع ناس لهيحة، رحت لفرنسا وجاوني الناس الحراقة للدار ودرت معاهم مجالس، وخرجت لعندهم اللي يبيعوا المخدرات في بارباس ودرت معاهم مجالس. شوف هذو الناس شباب تاعنا، حبيت ندي منهم حاجة نقول له: انت كنت تشرب في المخدرات في الجزائر، ما عجبتكش الجزائر، مرت باباك ما عجبتكش. سما الجزائر هذه اللي مرت بابانا ما عجبتناش، دائما تسخطوا عليها ما عجبتناش. انا اللي نبلع ماشي بلاد، ماشي بلاد على ذيك اللي نبلع، ما عطاوناش ماني نبلع، مانيش مليح، ما عطاونا، مانيش مليح في دارنا نبلع، بابا مطلق معايا نبلع، الحومه داروا لي جاست وليت نبلع، عندي عباد عيانين ما غاديش نتوب معاهم، اني نبلع. قلت لهم جيتوا لفرنسا، جيتوا لاسبانيا، جيتوا لطاليا، انا قولوا لي مازالكم تبلعوا كاع كاع كيما راهو. قالوا لي زدنا. مشيت بديت التليفون ورحت لبلايص ونعيشين يعني ولادنا، ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يزيد لهم ويساعدهم ويوفقهم الخير، يعني طيبين ناس طيبين. رحت شفت قعدت نصور قلت شوف هذه كامله شبابنا اللي كان واش جابوا نقصر معاه، انا كنت في الضيف الاخر عندي خدمه عندي كذا بديت نبلع، قلت لهيك روح لهيك نحبس كل شيء، قعد يبلع. تسمى ماشي الواقع، ماكش الواقع، الحبه تاع الكاشي ما راحش تغير لك الواقع تاعك، ما تغيروش نهائيا. تسمى دير نحبك هذيك السنه دوك نبدل الروح، نروح ندير ونبدل الروح، ما كاينش منها. انت تحب تروح برك وخلاص، على كل حال الله يقدرك والله يزين يساعدك كما يقولوا، بصح دير مليح بالك. هذا الشونجمون هذاك تاع البلاصه، هذاك التبديل تاع التغيير تاع المكان، ماشي هو اللي راح يحبس لك المخدرات. غير روحك انت، انت غير روحك، غير الرفقه تاعك السيئه، غير العقل التفكير تاعك هو لازم يتغير باش تعيش واقعك. عباك هو الواقع واش انتهى اليه يا شيخ؟ نفس الشيء ينتهي اليه. احسن يعني احسن حاجه وانجح انسان يعيش مع الحقيقه المره كامل في حياته واش هي؟ الموت. عندي واقع نقابله هو الموت، نعيش له هو الاول. وشنو هو الواقع هذاك الموت؟ كيفاش نعيش انا؟ نوجد روحي، نأذن الاذان نروح المسجد، نطيع والديا، نحسن مع جيراني، ننظف نفسي، ننظف طريقي، نسقم العلاقات تاعي كامله، نشوف العلاقات الشرعيه غير الشرعيه، ما ظالم الناس، واش راني تكون ظالمه؟ نسقم روحي، نحاسب نفسي، نريق الامور كامل ونمشي معاها. هذه خلتني انا انسان استعد الى الموت، استعد الى الحقيقه. هذا الواقع المر اللي لازم نبلعوه. الواقع الثاني شنو هو؟ واقعك انت، الواقع تاعك. شوف كلمه خذها مني ستنطلق منها في البناء. كل انسان ناجح، كل انسان ناجح، كاين قصه يا شيخ انسان ناجح في المؤسسه كان منظف وعيروه بطريقه معينه، ومنها ولا هو الانسان اللي يحكم في المؤسسه هذيك، يعني كانت هذيك التعيير نقص هذاك هو اللي كان سبب النجاح تاعه. كل انسان فينا ناجح سببه نقصانه. انت شفت هذاك النقصان، بابك انطلق يماك، انت هذا هو اللي يخليك انت تمشي. انا نقرا في ايه قبيله في التراويح قاعد نصلي بالناس،
قريت آية أول مرة كأني قريتها والله ربي نبهني شيء معين. شوف ربي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له أنت ربي نساك الوحي يضرب مدة ما نزلش عليه وحي. قالوا له لقد قاله الله يعني ربي عز وجل انساه ولا ما كاش الوحي لا قرآن لا والو اقطع معه العلاقة. النبي عليه الصلاة والسلام أصابه حزن حزن حتى نزل عليه ربي عز وجل قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف الآن قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. شوف ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تنهر. وبعد أعطى الوصايا قال له أنت تربيت يتيم ورفضك ناس عمك رفضك ورفضك فلان ورضعتك فلانة أنت تربيت يتيم لا أبلغهم. قالوا يا رسول الله أنت تربيت يتيم عليه الصلاة والسلام. وبعد وش قالوا كي تربت يتيم ما تنحيش اليتامى الحنانة. وش اليتامى؟ قالوا فأما اليتيم فلا تنهر. في الحين قالوا ألم يجدك يتيما فآوى وقالوا فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائلة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. قالوا أنت كي تربيت ما تقولش أنا يا أنا إنجليزي في الناس لأني أنا تربيت برا أنا يا ما لقيتش الحنانة في دارنا. كي ما لقيتش الحنانة مدها لواحد آخر أعرف قيمتها. عباك أنت اللي ما لقيتش الحنانة أنت تعرف الحنانة خير منا حنايا. أنت تعرف إيش معناتها الأب وإيش معناتها الأم. أنت تعرف إيش معناتها الإنسان تقتلو باباه تجريسي وتقتلو باباه. سمعتك ضغطها على ما تكونش حليم ما تقولش انا الحنانه للناس كامل. الان ربي قال النبي عليه الصلاه والسلام انت كنت يتيم رد بالك على اليتيم ماله. انت كنت انسان ما عندكش رد بالك على الانسان اللي ما عندوش. اذا انت ماشي عندك ظروف اجتماعيه ما لقيتش خدمه ولا خرجوك ولا بابك ويماك مطلقين ولا حوزتك مرت بابك ولا صرات مشكل مع جيرانك وبعد انتايا تولي مجرم لازم الناس كامل تذوقهم المراره. بالعكس هذه تكون سبب في الرجوله تاعك وتكون انسان حليم وتكون انسان ما شاء الله تقول انا واش صرالي صرا ما يصراش للناس كامل. شفت هذاك الانسان يقول لك انا ولادي تيتمت انا وتعبت ولادي ما تيتموش. على ما ديرهاش كامل الشعب هذا تقول انا تيتمت وتعبت وظلموني وضربوني الشعب هذا ما تيتمش الشعب هذا ما تنضربش واحد ما يحضرهم انا ننصر المظلوم ما نخليش الناس تذوق واش ذقت انا. هنا تولي راجل هذا تولي انسان ما شاء الله تولي انسان مؤمن حقيقه انسان صالح ومواطن صالح. ونسال الله ان يصلحنا ويغفر ذنوبنا جميعا. انه كاين عندنا شباب مدمنين تلقى المدمنين الان راهم قاعدين معانا وتلقى هذا المدمن اللي جا باش يسمع المخدرات خلاص راح يخرج راهو شغل ينوض هكذا وينواي شغل انت تطبع فيه الان او حاب يعرف طريقه العلاج كيفاش نخرج. فالان الدور تاعنا وهو ما يسمى في الجانب النفسي وهو تقوية الدافعية معناتها الداخل انت عندك واحد الرغبة عندك واحد الصراع. احنا القرار تاع التوقف هذاك القرار تاع التوقف انك تاخذ القرار ديالك لا ديسيزيون ديالك باش تاخذها فينا. احنا هذا الدور يقدر محاضرة كما قال الشيخ مقبل مقطع فيديو تبارطاجي حاجة تلقى هذاك الانسان شكون كان قاتلو غير كلمة تبدل له حياته ياخذ القرار. هذا القرار إذا الآن حبينا نحكموا الإنسان والقيلة منين نقدروا ندخلوا منين ما هي الأبواب اللي نقدروا ندخلوا الإنسان للشاب هذا ندخلوا له من الباب باش يقدر يأخذ القرار. لقينا بلي أفضل باب وأنجع باب ويعني أفضلهم وكانت عنده نتائج مبهرة وهو الباب الروحي الجانب الإيماني الجانب الروحي علاقتك مع ربك. والحمد لله كان للمشايخ دور كبير في دغدغة المشاعر وفي إثارة هذا الموضوع في نفوس شبابنا. معناه أن الإنسان نتكلم له من باب الخوف من الله خاطش الآن الناس الكثير من الشباب ديالنا لازم تعرفوا بلي كاين مدمنين وخاتمين القرآن. يعني أنا عندي حالات تاع ناس مدمنين حفظ القرآن وبعد نحارف لكن 60 حزب راهي في صدره. لذلك شفت هذا الانسان اللي حفظ 60 حزب وقعد وخمس سنين هو يحفظ وبعد دخل في طريق معوجه وتعوج هذا واش يحتاج؟ هذا غير تقول له تعاود تفكر وتقول له طلع راسك للسماء يبدا يبكي يقول لك نسيت عندي مده ما شفتش في السماء نسيت باللي ربي او الفوق وبان الله يراني. الكثير من الشباب الان عنده واحد الخيره والداخل شفت كاين واحد المثال نمدوه انه عندنا كاس تاع الشاي هذا الكاس تاع الشاي درنا له السكر وبعد كي دقناه لقيناه مر زدنا دقناه لقيناه مر وبعد خليناه مده وحنا مخليينه مخليين هذا الكاس هذايا.
بعد مدة جينا الآن قلنا والله غير نحركوا، حكمنا الملعقة وحركنا هذاك السكر، دقنا لقينا حلو، زدنا حركناه لقينا حلو. ولذلك الآن الكثير من الشباب والله غير عندهم السكر أو الداخل، عباك واش يحتاج؟ كلمة، كلمة كلمة تبدأ تحرك له في السكر، كلمة تقول له أنت، كلمة تلقى السكر هذا يتحرك وتلقاه يبكي وتلقاه جا للمسجد، تلقاه توقف، تلقاه يضرب السباح. كاين عداوات تاع 15 سنة وبعد كلمة هكذا تربطها له مع ربي ماشي مع ذاتك، فتربطها في علاقتك مع ربك. لما الإنسان يعاود يسأل السؤال ويعرف بلي الحياة هذه لا نعيشها ماشي هذه الحياة، هذه ماشي الحياة، على بالكم باش نتفاهموا. الإنسان كيموت يقول في الآية يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي الأصل، الأصل واش يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي الثانية، لأنه أوعاش. وبعد واش يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي الثانية. علاش قال حياتي؟ لأنه عرف بلي هذه ماشي حياة، هذه ما تسواش كاع حياة، هذه ما نقدروش نسموها أصلا حياة. ولذلك الإنسان لما يشوف يوزن يزوق وين راه رايح يوم القيامة، الجنة النار، وبعد يشوف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه كاع نعطيها بهذه المعيشة أو ما نعرف صلاحي. إذا لازم نخذ القرار، فقلنا احنا الجانب أول جانب وهو الجانب الإيماني. جينا إلى الجانب التالي، قال يا ودينا والله إيماني ضعيف، أنا والله ما نحب نسمع الهضرة هذه، حكي لي حاجة أخرى. لقينا جانب آخر لازم نزيدوا نحركوه في جوانبنا، وهو الجانب الطبي. كاين الناس يقدر تحكي له يوم القيامة النار جنة كذا ولا والله بارك الله فيك يعطيك الصحة، وبعد أنت تلقاها ما كاش استجابة، واش ندير؟ نقول والله يسهل عليك. على بالكم باللي أنا في المكتب كاين الناس ملحدين يتبعوا عندي، تصور ملحد أنت تحكي معاه وبعد تقول له، قال لك يقول لي أستاذ معليش نقول لك حاجة، أنا ما نامنش بربي، في عمره 22 سنة، وحده في عمرها 24 سنه، والحمد لله رجعوا الى الاسلام. لكن لما يجيني كيقول لي ملحد، ما نقولوش خرج، هيا خرج عليا، سبحان الله ملحد زعما تلعبها، لا ملحد وقعدت معايا وجيت عندك ثلاث مرات وانت تجي، انا فرحان وزعفان، انا زعفان كي انت ملحد، بصح راني فرحان كي انت عاود توليت، لانه فيك الخير والحمد لله، كانت استجابه. لكن هذا الملحد كيكون مدمن مخدرات، انا ما بعرفش ندير له، نقول له يوم القيامه قدام ما نجيبوش نتيجه. ولذلك جئنا إلى الباب الثاني هو الباب الطبي، جئنا إلى الباب الطبي لأنه كاين عدة شباب، ولا نعرف عدة شباب، هو موسوس يخاف البرد، شادوك اللي يستعلوا بعد يقعد يقول عباك واحد السعلة على باك ما حبش تروح لي، وانت تغير يقول لك السعلة ما حبش تروح لي، تعرف بلي هو خلاص هذا يقدر يكون عنده لا بري ديسبوزيسيون للوسواس، عنده الاستعداد للوسواس المرضي، هذا واش دير؟ اضرب له غير من ناحيه الامراض، ولذلك تجيه من باب الامراض. ولذلك نقول له هاي اختو الحبه هذه تبلعها ماشي مشكل، هذه الحبه واش تقدر دير لك؟ هذه تقدر دير لك العقم، يعني تقدر انت ما تجيش تجيب دراري، تقدر دير لك الشلل، تقدر دير لك الضعف الكلى، يعني تولي دير دياليز، تقدر دير لك فقر الدم، تقدر دير لك، تصور بلي حبه هذه تناولها اليامات الاولين، تناولتها على جال واحد النشوه، على جال واحد الخلوي، على جال انه راني حاب انا نريح ونعيش واحد السعاده، بعد ايامات فقط بدات تروح لك هذيك، يبدا يروح لي في تاعها، لانه الايام الاولى وبعد تبدا تدخل في مرحله ثانيه من الادمان، مرحله التحمل، تولي الحبه ما دير لك والو، لازم زوج حبات، وبعد زوج حبات ما يدير لك والو، ولازم ثلاث حبات، وبعد تولي تجري مر روحك، تسمى تولي تجري مر الانطلاقه، تولي انت تحب تولي كيما الناس. اني حبك نولي نحس كيما نحسوا الناس، عييت انا فرح مانيش نفرح، فيعود يولي يقول لك اني حاب نعيش هذيك الفرحه القليله من دافع من هذا المنطلق. فلما يجي الانسان ويبدا يشوف الجانب الطبي، ما هي اضرار الليريكا، ما هي اضرار الادمان على الغبره، ما هي الكوكايين، الهيروين، الكيف، حوس ما حنش حاب، لانه عندنا وقت ضيق يعني ملتزمين بوقت، لكن ابدا تحوس باللي شتو انت الان تحب تكتشف، كي تحب تكتشف حاجه انت حوس عليها، شتو انت كي تجي تاكل ماكله وتشوفها شكون مخلطه تقول واش يما، تقول واش هذه، تقول كول يقولها قولي لي، لازم تقولي لي وشنو، تقول لك كول يا وليدي معليش، وهي على بالها بلي انت ما تحبش باذنجان، ما تقولكش زعروكه، خاطر كان تقول لك زعروكه تحبس انت صافي، تقول لك دوق معليش، وكانه الام هذه اللي تحبك وتحب لك الخير، وكانه متفقين على انه
ما نقدروش نشربوا حاجه وما نعرفوش. تصور بلي هذا مغلف بالكحل ونقول لك اشرب، تقول لي وشنو فيه؟ اشرب ومن بعد ساهل. تقول لي ما علاش تقول لي؟ على بالكم لو كان نديروا تجربه دوك، نقول لواحد اروح غمض عينيك راح ندير لك حاجه في فمك وبلعها. ما يقدرش، ما يقدرش، يقول لك ما نقدرش ندير حاجه. اتصور بلي انت راك مغمض عينيك وراك دير حاجه في فمك وبلعها. هذا كيقول لك شيخ ما عندنا والو، يقول لك انا ما عندي سكن، ما عندي خدمه، ما عندي دراهم، مانيش مزوج، حقوق زاد. صح، كاين فئه كبيره من المجتمع تعاني هذه الامور اللي ذكرتها. صح، روح نقول لك انت يا اخي راك تقول هذا الكلام. انا كان من حقي نسالك، نسالك انت تصلي وراك ما تصليش، تقرا قران ما قراش قران، تروح المسجد ما نروحش المسجد، واش حبيت يا اخي؟ انت انسان قطعت علاقتك بالله مقطوعه، وما تحب ربي يفتح عليك. اصلح ما بينك وبين الله، ترى من الله العجب، والله العجب ترى من الله، خاصة إذا كنت شاب ورجعت إلى الله، خاصة أنت إنسان دقت حياة المعصية، خلاص وما خرجتكش وما تخرجكش. حياة المعصية ماكش صرالك، تتلبد هذاك الوقت، تشرب دواء ولا ما مشى واش دير، عندك شحال ساعة زوج ثلاثة، بعدها تعقب وحصرات، حياة شاقة، هم على هم، شت المعصية هكذا تعيش؟ بصح حياة الطاعة لا لا، عباك علاش أنا نقول لك هكذا؟ اسمع أخي، يا أيها الشاب، عباك كما قال الشيخ مبادي صران، انتم رجاؤنا، سبحان شبابنا هو رجاؤنا. عباك ربي سبحانه، ربي سبحانه، ربي سبحانه يا اخي الشاب، ربي سبحانه في عليائه يتعجب من شاب صالح. تقدر تخيلها، ربي ربي يتعجب منك اذا كنت صالحا. وانا اقول لك حاجه، اذا كنت انت شاب صالح يتعجب الله من صلاحك، يضيعك ربي سبحانه والله ما يضيعك. اذا نقول لك بابي نحلوا عشره، خاطش نتايا في اوج جمالك وشهواتك وقوتك اخترت طريق الله، كنت قادر تروح المعصيه والمخدرات والنساء والغناء والصد، صح لا لا، اخترت طريق الله، طريق الكتاب والسنه والقران وملازمه الصالحين. ربي ربي سبحانه من فوق 7 سنوات يتعجب منك. واسمع هذا الحديث، قال عليه الصلاه والسلام يخاطب صغار الصحابه، قال ان ربك لا يعجب، ربي يتعجب، إن ربك لا يعجب من الشاب لا صبوة له. لا صبوة له يعني لا ميول له، ما يميلش إلى ما يميل أقرانه من حب الشهوات والانغماس في المغريات. لا لا، الشاب الحمد لله عايش حياته وقال كاين أمر فهمك فيه، ربي يتعجب من صلاح. والأمر الثاني نصحح هذا المفهوم يا إخوان، هذا المفهوم هو أنه الإسلام جاءنا ليأمرنا بالابتعاد عن الحرام لا بالابتعاد عن الحياة. خاطر كاين بزاف شباب يخلقوا بصح انا كنستيقظ كيفاش نعيش، نعيش مغلوق، نعيش كاري. لا لا اخي، كل حلال، كل الطيبات احلها الله الا امورا قليله حرمها رب العالمين. شكون قال؟ قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامة. عادي تمتع، العب بالون، عوم، خرج، شكون قال لك؟ حلال، برك ما تعصيش. ربي قال، الله عز وجل امرنا ان نبتعد عن الحرام لا ان نبتعد عن الحياه، ما نقدرش نبعدوا عن الحياه، انا عايشين فيها. شو واحد جا قال لك ما تلعبش بالون، بالون حرام. شو واحد جا قال لك ما تروحش تعوم، ما تخرجش تحوز، الحمد لله. حنا نديرهم. سبحان الله، هذه حياه. من هو خير مني ومنكم ومنا جميعا كان يمرح ويلعب عليه الصلاه والسلام. بصح لا لا، حنا الشباب واش دخلوا؟ تسمى دوك دخلوا لهم بلي باش تزهى، باش تفرح حياتك لازم تعصي. دوك وين تجي يقول لك تسمى دوك انا نخرج مع صحابي ندير بيكنيك زعما ندير الشواولة وما نديرش الغنى. اه ورا مشكل، نخرج ونلعب ونخرج مع اهلي وصحابي وما نديرش الغنى. حنا علاش؟ حنا ماشي نقول انا نخرج وما نديرش الغنى. تسمى نخرج كدا، انا شاب 22 سنة كدا وما نعرفش فاتت. اه ورا مشكل، تعيش عافيه، نكبر وكدا وما عنديش علاقة مع بنت. باش نهار نتزوج ربي يعطيني وحده طاهره، والا تدي كيما اللي كنت عارفه. قاعده دعاء من عندي، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولا يظلم ربك احدا. كنت صالح يعطيك ربي صالحه، كنت خلط يعطيك وحده كانت خلط. والان اختار طاهر ومن تاب تاب الله عليه. شت حياه المعصيه، قام حياه المعصيه بحياه الطاعه. خلاص يا شباب، خلاص انا لا انا نرجع الى الله. دوك انا عندي رجوله دين كما حبيت، سبحان الله نعيش حياتي، راني نقرا، ندير رياضه، عندي عامل الحمد لله،
وأصلح ما بيني وبين الله عز وجل. وحتى لا نضيع على إخواني المحيط كلمة المشايخ، كان أمر ثاني كذلك أذكر به إخواني، وهذا آخر مجلس سنة في رمضان، ونحن نودع هذا الشهر الفضيل. أقول لكم حاجة يا إخواني، والله حياة الطاعة حياة عظيمة جدا. كي تعيش مع ربي تعيش منشرح الصدر، مرتاح البال، حياة الأمن والأمان والسلم والسلام والراحة والإطمئنان. قد ما بعت على ربي تعيش هذيك الشقة، حتى لو كان عندك دراهم، عندك الجاه، عندك العمارات، والله العظيم ربي سبحانه ماكش قال قد ما تبعت نغلق الأبواب. قال الله تعالى عن أناس عندهم المال لكنهم أناس بعيدون عن الله، عباك هذاك المال يمشي يولي يولي مصدر شقاء في حياتك. قال الله تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحالة الدنيا، هذاك المال اللي وصلوا نعمة ربي يجعله نعمة، لأخرج أنت إنسان فاسد. ثم إياك أن تعتقد أن السعادة والراحة فاتحهم، معليش ملح المال، لكن نعمة المال الصالح للرجل الصالح. نقول لك حاجة يا أخي الكريم، شفا مليح وش حقولنا، رغم كل شيء كاين واحد الكلمة عباكم شنو هي، هاد الكلمة اسمها الموت، هاد الكلمة اسمها الموت، كلمة توقفت عندها كل مفردات الحياة. عباكم شحب يقول الموت يا أخي، الموت يعني انقطع كل شيء. كل واحد فينا أنا، كل الله يبارك شو على راي، كل واحد فينا أنا يعرف ناس كانوا قراب ليه صاحبه وخوه اليوم راهو في عداد الأموات. أنا حبيت نقول لك كش واحد فينا الآن راهو مستعد أنه يموت في هذه اللحظة ويلقى الله في هذه اللحظة، والله العظيم واحد ما راهو مستعد يا إخوان. والقوة تاع الموت وين راهي؟ قوة الموت أنه لا يختار بين، لا يفرق بين الصغير والكبير، واحدة. اثنين، القوة تاع الموت، الموت أمر كبار وكأس يدار على كل من قام وصار. الموت ما على بالكش وقت تموت زين، وكيفاش تموت وش راك تقول عند الموت؟ فكرت في يوم هذا، ليس بينك وبين الموت إلا أن يقال فلان مات. شحال من شاب مات أوفر دوز، كيفاش هو عايش في قبره الآن؟ حنايا قلبوا لهم الرحمة، إذا كان مسلم نسأل الله عز وجل يرحمه ويغفر له. وراو لي تصويرة تاع إنسان مات أوفر دوز، والله الذي لا إله غيره، ما تقدر تصور، إنسان كحل ولا كحل كحل، والغاوي خارجين وعينه. راه مثلا شربها في كازات ورقد، ما تحبس قلبه، كحل كحل، والله أكثر من هذا. في عمره 26 سنة، مات هكذا. خممت كامل فينا، كاين اللي مات هكذا، كاين اللي قتلوه، كاين اللي مات في الحبس، كاين كاين كاين. ما تفيقش اخي الكريم، هذا هو الموت، عباد قوة الموت. رانا هنايا اليوم، رانا في بوزريعة، راهي 11 ونص. بالك غدوة إن شاء الله، على 11 ونص، أنت اللي راك في القبر. خمم، اقعد دم مع روحك وخمم، صح؟ شكون يضمن؟ بصح العجيب، أنا هنا اللي نتكلم، بالك أنا غدوة هذا الوقت. أنا لاني في القبر. أبوك شحب يقول قبر أخي، خلاص. قد تعيش قرونا لا يعلم عددها إلا الله، حياة الظلام. ماذا ستقول لله؟ تلقى الله بما قدمت من عبد، تخايل مت، ما زالت بلعلي ريكا، الصاروخ، ما زالت بربي سبحانه، ما زالت بالدين، ما زالك عاصي الوالدين، ما زالك ما تصليش، ما زالك عايش على جنابه، ما زالك ما تصليش، ما يصليش، عبد ما يصليش، حياته كله على جنابه، حتى لو اغتسل. انه لا ترفع الا بنية. اشتد الحياة قد تلقى بها ربي سبحانه. ومهما كنت، مهما كنت قوة الموت هذه راك هنا بلك غدوة مكاشف. يا اخي فكر غدوة في القبر، احنا الان تدخل للدار تغطي راسك وتطفي الضوء، شت الوحش يحمل. تخايل غدوة انت اللي تكون في القبر. صعيبة بزاف. شحال من انسان بدا الصيام على رمضان يا اخي، اليوم راهو في عداد الأموات. شحال من إنسان وصاي معانا والله ما راح يعيد، ما يعيدش. رانا مستعدين للقاء الله، ما كاش واحد يقول لي راني مستعد بينا احنا، ما كاش. إذا ننتقل من حياة لا نرضى أن نلقى الله عليها إلى حياة نرضى أن يلقانا الله عليها.